الاستاذ مثلا يقول طريقة انه انا ارسم غرفة غرفة، اوكي، غرفة غرفة، مثلا اجي هنا ارسمها مستطيل 5×4، وبعدين الزق مثلا اسوي خطوط فوقها هاي، وبعدين هذه وهذا 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 وهذا، هاي الطريقة اوكي شغالة، تقدر بهالطريقة تقدر ترسم شوي شوي خط 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 وتكمل غرفة غرفة غرفة. بس هاي الطريقة اللي انا جاي ارسم بيها صح بيها صعوبة بالبداية تواجهونها، بس بعدين راح اسرع لكم المخطط، تقدر ترسمه بربع ساعة كامل. هذا المخطط ترى ما يطول، انا هسه اذا اريد اشتغل بسرعتي الطبيعية بدون شرح ربع ساعة ثلث ساعة كامل، هو دايمنشن وقياساته، وحتى بس مجرد احطه على اللوحة وطبع، قول نص ساعة وهي طبع، فمو شغلته صعبة، لا تشوفونها انه طويل. لان هاي انا شنو جاي اقسمه جريدات اقسام، شغلة الجريدات شنو فائدتها؟ هم فائدة ثانية لكم، هاي الاقسام اللي احنا جاي نقسم عليها، اللي مشتغل على واقع الحالة يريد يثبت هذا البيت اشتغل قياسات، ويريد يروح يثبته شيش على ارض الواقع، هم يثبته بطريقة الجريدات، نفس طريقة الجريدات. الماء لزوايا اخر شيء، فش تسوي؟ كله جريدات، هاي طريقتها صار مو خطوط هيجي، هاي اعتبرها خيوط على ارض الواقع، خيوط جاي تنزلها خيوط على ارض الواقع، بس مدل ما تخلي خيطين خيطين تخلي خيط، اوكي، فتسوي قياسات من فوق قياسات من جوا، انا هم اعطيكم اياها كمثال، بحيث انه انت تروح بارض الواقع. انا اول ما اشتغلت بسنه 2005 شهر السابع من جت البصره وبدات اشتغل بالهذي، فاول ما بديت بالبيوت يطول عندي 3 ساعات 4 ساعات، لان بعدني مبتدئ ما اعرف في الجريد هاي الطريقه. بعدين الصراحه هو مو الاغلبيه يشتغلون اي شيء، واحد شلون يقول خلي استخدم الاوتوكاد يفيدني بطريقه انه اشتغل عليه تخطيط واقع حالي، وصرت الحمد لله والشكر انه اقدر اخذ 4 بيوت 5 بيوت بعصريه اخلصهم. معناه اذا واحد مثلا قال لي واحد بفلان منطقه بكود الحجاج بيت، وقال لي واحد مثلا بفلان منطقه بيت، عادي كلش عادي اثنينهم اليوم اطلع على هذا نص ساعه 3/4 ساعه كامل، هذا البيت الطريق اروح هذا كامله واجي البيت، فانا شنو مستفاد؟ وقت قليل، واستفاديت انه مبلغ ضعف، اوكي، معناه شغلتين يعني بنفس اليوم، بدل ما انا بالطريقه التقليديه انه غرفه غرفه ولازم تقعد عدل لو لا. فانت اصلا اذا تشتغل بالجريدات بارض الواقع تروح تشتغل بهاي الطريقه نفسها قياسات، ودك شيش وتقول له متخيط، انا واحد من الناس متخيط، اقول له متخيط متخيط، قال لها شنو جاي تسوي انت مزرعه مال جد؟ معناها هيك كانه استهزأ، قال مزرعه مال جد جاي تسوي مزرعه عندك؟ قلت له لا، انت هسه شوف شنو راح يصير، خيوط 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 افقي وخيوط عموديه، قاطعت الخيوط مع بعض، قلت لهم تعال دق شيش هنا دق شيش هنا دق شيش هنا دق شيش هنا، اوكي، تعالوا يلا بالبورق، بس مشي على اللي انا اقول لك، مشي هنا مشي هنا، الرسم المخطط معناه ربع ساعه نص ساعه انت مكمل اكبر مخطط، معناه اكبر مخطط. انا الحمد لله وصلت مرحله انه عادي كلش عادي مخطط، عادي هسه اطلع وارجع لك فد نص ساعه بعد كامل المخطط، بس اهم شيء حضر لي شيش واي سناتر كام 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 سناتر، فشنو اخذ سناتر افقيه سناتر عموديه منا قياسات اللي احطها اللي هي ما سناتر الجدران هي نفسها منا، واللي هي نفسها منا هي نفسها، فش اسوي؟ اول ما اعطيها اقول لك شيش اول شيش هنا سنتر شيش شيش شيش، بس على شنو؟ على حدود ما تبقى الشاشة من هنا بقياسة اليامي حاطة للوقت، تبقى الشاشة من هنا ذكر، تبقى الشاشة من هنا ذكر، خوش؟ فهم عمال اثنين، اقل واحد من العمال شيل خيطك هنا وامشي على هذا، وتعال عشك الثاني وهذا، كيف جاي يسوي؟ زقزاق، وانت نفس الشيء، فراح يصير شلون؟ شبه. بعدين اجي يطلع عندي هاي النقطة معلومة، اقول له تشي شي هنا، تشي شي هنا، تشي شي هنا، 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 اوكي؟ بالتقاطع اللي عليك. رغم انك تقاطعات طالع عندي ما محتاجها، محتاج بس هنا دق 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 كمل هاي خلصوا يلا تعال بالبورا نشتغل مثليش 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 خلص. لازم تشوفوها كعمليا سهل جدا الطريق، اي حتى لو مثمن حتى لو مسدس حتى لو دائري كلها تطلع كلها تطلع، اوكي كمل عندك درج هذا سنتر انتهى نفس الشيء، ما في سنتر منها سنتر منها ذاك الشيء ما انتهى طلع السنتر 100% مو كامل الغرف بعد ما تطلع والله معاني للغرفة جدار معدل مزبزب مع شنو 100% استقامة بالملم استقامة، معناه إذا هسه بين
بين شيش وشيشي قيس وسوى قطعة تطلع قياسات 100% بالمنهج، لأن ماكو شنو أنت دقق كان مسوي جريد وتأكد، لأن الطريقة الاحتيادية شو يسوون؟ يبدي يشتغل يسوون مثلث استقامة وبعدين يبدي يشتغل بالغرفة الأولى ويدق، وبس إذا اشتغل احتمال يدق الشيش هذا اللي يدقه شوية زاحف، هذا شوية زاحف 8 منها 8، فمن يصب الأساس بيجي يشتغل المدلول يبقى شوية طويلان ونحط له أول سافي يبدل بيه، أصلا حتى بالأول ساف ما راح يعني يجي سنتر سنتر فوق اليوم. بدوني نفس الشيء، حتى بالبدونة أصلا بالبدونة أسهل بعد، لأنه تطلع عندك كلام مرات زائدة أو مرات زائدة تطلع 100%. المهم هاي الطريقة استخدموها بالأوتوكاد واستخدموها بأرض الواقع، أنا هم راح أشرح لكم إياها إن شاء الله، أسويها على صبورة سكتش ونشرحها هم تفيدكم لكم اللي يريد يشتغل بعدين في هاي الأمور. المهم هسه نرجع للمثال، أجي اشتغلت هاي الغرفة الأولى، هذا الحمام، هذا التواليت، هذا الممر مال التواليت اللي هو هذا، هاي الغرفة اللي هي هاي القوس والقوس عوفة آخر شيء الأقواس، هذا هو الحمام هذا صحيح، هذا هو هذا المنور مضبوط ما موجود، هذا اللي هو هنا أكو شيء اسمه شنو درج، عوفك من الدرج انزل جوا، انزل جوا هنا سوى هذني افتحهم نفس ما قلنا لاوت لاين أو المجرى أنا سميته مال المي اوكي على مود يكون واضح عندك او الانبوب كيفك انت شنو اللي حتى يوضح عندك الجدار اللي ما يعرف انه امور الجدار او مو موضوعه. نجي هذا الخط، هو الخط من هو؟ هو هذا من نالي هنا صح؟ وبعدين هو تقوس، هو مقوس الرجال، احنا هسه نعتبره ما مقوس. هذا من نالي هنا جيت 550، اذا انا شو طوله 550 اوكي ثابت. هذا من نالي هنا جيت 500 اوكي، من نالي هنا 500 فراح اقول له هذا اوفست او انتر 500 انتر، ادوس على هذا الخط واسحب او انتر سمك الجدار 25 انتر طيب اوكي، لاني ما احتاجهم اسوي لهم تريم اثنينهم اوكي تيار انتر انتر واشرهم بالنافذه الخضراء. اجي بعدين هذا اشوف هذا اوكي احتاجه، هذا صار البي هو كله هذا صح، هو هذا المستطيل هو هذا والدرج هنا هذا انا احتاجه، بس هذا الخط الاصفر بعد ما احتاجه انتهى دوره اوكي، اللي هو اصلا ها الخط الاصفر العفو هو اصلا كان مال صالة جوا، فاكستند انا غلطت اقل اي اكس انتر انتر انزله هذا جوا اوكي، هذا ترم هذا اللي ما احتاجه هنا، وهذا اسويه افتح مجرى الماي مالته، وهذا نفس الشيء اجي هنا اوكي، هذا هسه انا ما احتاجه، هذا انقر على هذا الخط اسحبه افتح هذا مجرى المي، وهذا نفس الشيء ذني الخطين اسوي لهم ترم، هذا ترم اوكي هذا ترم ما احتاجه، هذا انقر عليه واسحب لهذا واغلقه اوكي، صارت عندي هاي الصاله وصار عندي هو هذا، واكو هنا عندي ممر اللي هو هذا اللي هو 125 صح؟ فاجي وين اني؟ اجيب هذا الخط اسوي له اوفست 125 انتر، انقر هنا واسحب هذا الاتجاه او انتر 25 انتر واسحب هذا الاتجاه تريم انتر انتر امسح هذا، واضح؟ صار عندي شنو؟ صار عندي هذا الممر، بس هذا الخط هو مستمر وهذا الخط هو مستمر مضبوط؟ فاذا هذا الخط هذا وهذا مستمرات وين؟ ملتحقات بهذا، فش اسوي له؟ اي اكس انتر انتر ادوس عليه، ادوس عليه مره ثانيه، نفس الشيء هذا ادوس عليه، ادوس عليه مره ثانيه، ما اجي انقر عليه وانقر واسحب بهذا الاتجاه، انقر على الخط وانقر على النقطه هاي واسحبها بهذا الاتجاه، اوكي؟ اللي جريبس جريبس هاي على النقاط الزرقاء، نفس الشيء ترن انتر انتر امسح هاي الشغلات الزايده عندي وافتح اللي هاي موجوده، نفس الشيء هذا امسحه هذا مسحه اوكي، صار عندي هذا الممر هو هذا الممر، الاستقبال تحددت صار هذا الخط مالته، بس هذا مو خط الاستقبال، هذا خط منه المطبخ اللي رسمناه قبل شويه مضبوط، وهذا خط منه خط المطبخ الحار اللي هو هذا، وهذا خط المطبخ، بس خط الاستقبال هو هذا اللي يبعد عن الخط اللي هو مال الصاله اللي رسمناه قبل شويه 650، فاذا يبعد عن منه عن هذا الاصفر 650 اوكي، فاذا هذين الخطوط الاثنين هم انا ما احتاجهم، شو اسوي؟ على مود امسحهم بالترم اي اكس انتر انتر
ادوس على هذا حتى يتقاطع وياه اوكي، بس الخط الجوة، واقول له ترم تي ار انتر انتر امسح ذني اوكي، جاي تلعب بالاوامر بطريقه انه انا اللي احتاجها مو الا لغرض الشيء اللي انا اريده. هسه اجي لهاي 650، اذا منا اسحب هذا اتجاه 650 او انتر 650 انتر العفو او انتر 650 انتر، ادوس على هذا واسحب بهذا الاتجاه او انتر 25 انتر، ادوس على هذا واسحب هذا الاتجاه. رسمت منه، رسمت هذا الحائط واضح. الممر مستمر، الخط مال الممر هذا الجواني واصل لحد نهايه الاستقبال، وبعدين مكسور هيك صاير زاويه صح، فاجي خلي امشي هذا بعد للنهايه اخذ بيه امر جديد اوكي، لان انا شنو هسه عندي خط عمودي وخط افقي اريد الاقيهم، الاقيهم بزاويه شنو 90 اوكي، طعمه 90. فش اقول له؟ امر الشنفر اوكي، شنفر معروف بالشنفره بالخشب، ما خشب من يشنفرون شغله اوكي، انه يغير زاويتها يحنيها ويكسرها بزاويه. فهنا عندنا امرين اللي هو امر الفلت وامر الشنفر، راح ناخذهم اثنينهم، بس احنا هسه راح ناخذ الشنفر، فراح ادوس على الشنفر، ادوس على الشنفر شنو اقول له؟ يقول لي اشر لي الخطين اللي تريد تقاطعهم مع بعض اوكي، قاطعهم مع بعض معناه انه تلاقيهم. فاشر الخط العمودي او الافق بكيفي واقول له انتر، اشر الخط الثاني اوكي، فش اسوي؟ يلاقيهم واضح. قبل بالاوتوكادات السابقه لا ما يلاقيهم، تأشر الخط الأول ثم تأشر الخط الثاني، الأول انتر بعد الأمر، الخط الأول انتر والخط اللي عمودي عليه انتر أوكي، ثم تعطيه دي انتر ثم زيرو انتر زيرو انتر حتى يلاقيهم، معناه بنقطة زيرو. ليش؟ لأن احنا هسه لو مطينا دي انتر نقدر نلاقيهم بزاوية مكسورة، معناه نسويهم هيجي شلون، هذا شلون بالمخطط هسه هو مسويها هيجي، نلاقيهم بزاوية مكسورة دايركشن يس، فنسويهم بهاي الزاويه المكسوره. هسه راح نسويهم، بس هسه خلينا نكمل كله مستقيم بعدين نكسرهم. الاول انتر موجود مسجل بالفيديو اوكي، سويتهم خلاص. هذا الفوق اريد الاقي بهذا نفس الشيء سي اتش اي اللي شنو مختصر شنفر، انتر او سبيس، الخط الاول انتر، الخط الثاني وانتهت العملية حتى ماكو انتر. ثم هسه لاقيتهم شكرا تي ار انتر انتر، امسح هذا كانه كان شنو جاي يفتح، قلنا حتى انا ما محتاجه بس كنظام للرسم مالتي ما اخل اي شيء متعاقب اوكي، امسح الزايد هذا الخط انا يعني محتاجه هم المطبخ، اذا هذا امسحه اوكي. فاذا انا سويتهم كانه ها هسه اذا اخلي كره تمشي بالهذا الحوض ممكن تجي باي مكان صح، ماكو يوقف بطريقه شيء، كانوا جاي يفتحهم على بعضهم لان نفس الماده كلهم طابوق او كلهم بلوك. نفس الشيء هنا جوا هم نفس الشيء، اقول لك تي ار انتر انتر هم افتحها هذا خلاص واضح. هسه انا صار عندي هذا نفس الشيء هم تي ار انتر انتر امسحها هذا، صار عندي هاي الاستقبال هي هاي وهاي هي الصاله، وهذا هو البي اللي هو ماكل شو اسمه ما الدرج، وهذا هو الحمام، وهذا هو المنور، وهذه غرفة النوم، هاي التواليت، وهذا الحمام، وهاي غرفة النوم الثانية، وهذا هو المطبخ، وهذا هو المطبخ الصغير. هنا بالمطبخ قسمين مسوي شنو ستور مخزن هذا، فهو ما مطي قيمة، بس مطي لمن القيمة؟ مطي للمطبخ. ايش قايل؟ قايل عرضه مترين بس طول ايش قد 3.75 صافي. فاجي هذا الخط عندي مال المطبخ صح، فقل له اوه انتر مترين 75 مو 375 انتر، ادوس على هذا الخط وانزل جوا سكيب او انتر 25 سمك الجدار، انزل جوا انتر افتح اللي هو هاي، وانت جاي تشتغل حتى ما صار عندك وزن، كل ما يطلع عندك شيء ترم روح على ترم تي ار انتر انتر امسح.
كملنا هسه سوينا شنو المخزن، ما سوينا الباب ولا هاي والبيبان بعدنا ما مسوينا، مو مشكله خلينا نكمل. هسه هذا المطبخ شنو مسوينا احنا؟ عدل صح، هنا عدل 100%، بس هنا اكو كسره جاي تشوفونها، هاي الكسره، الكسره هاي هو ما محط لها قياس بس هي طبيعيا متر متر، اوكي معناه مبتعد عن الركن هذا، معناه مبتعد عن الركن ال هذا داخل 75 داخل 75 او منا داخل متر متر، فاحنا على مود نكسر هذا الزاويه، فاحنا شنو هو اكيد انت راح يكون انت في المخطط حتى لو تكسر المسطره يطلع 75، فمنا هيك 75 منا هيك شنو 75، فاحنا شو نسوي؟ اسوي غيرات الخط؟ لا، هو اصلا مش شنفر، راح اقول له هذا وهذا واقول له ديستانس 75 75 راح اسوي له، فراح اسوي هذا بيا امر بالشنفر. اجي هنا شنو قايل لي؟ قايل لي هذا الخط الداخلي وحتى الخارجي هم شنو اثنينهم شنو مكسورين. فجانا اول مره شو اشتغل دائما؟ الداخلي. الداخلي عندي ما علي بالخارجي. اجي نفس الشيء هنا. اقول شنو؟ سي اتش اي انتر المختصر اللي هو مال شنفر، او منا للي ما يريد يتعلم الاوامر منا شنفر. وثم هسه شنو اقول له؟ هسه أأشر الخط الأول، أوكي؟ وأأشر الخط الثاني اللي أنا يعني مالتي، لو شنو؟ هسه إذا أشرت الخط الثاني، سوى شيء؟ لا. شقل له سي اتش أي إنتر، دي إنتر، أوكي؟ أوكي؟ دي إنتر وراها سي اتش أي إنتر أو شنفر إنتر، دي إنتر. بعدين يطلب مني يقول لي شنو سبيسيفاي فيست شنفر، معناه الشنفر الاول الكسره الاولى من الخط الاول ايش قد؟ اقول له 75 انتر. يقول لي سبيسيفاي من الخط الثاني راح تاشر ثاني واحد ايش قد؟ 75. يجوز غير قيمه، يجوز مو خمسه مع اثنينهم 75، يجوز 75 100، اوكي؟ فراح اقول له 75 انتر. راح اقول لي شنو سلك الخط الاول اللي اعطيته ال 75 الاولى؟ راح اقول له هذا الخط. شوف هو جاي يسالني جوا، يقول لي سلك الخط الثاني شنو هسه؟ اذا اقول له انتر وراه انتر العفو ورا ما سلك الخط، بعدين يقول لي سلك الخط الثاني سوى لي اياهم كسر. مضبوط؟ هل احتاج انه انا هذا وهذا اسوي لهم شفر؟ لا. ليش؟ لان اذا سويت لهم هسه شنفر لازم اعطيهم قيمه 100%، فعلى شنو انا متعب نفسي؟ اوفست عندي اكو اوامر، فانا اتلعب بالاوامر وين ما احتاجها، مو الا شنفر اوفست، فاوفست لهذا بهذا الاتجاه صح؟ فقل له او انتر اللي هو اوفست 25 اللي هي قيمه سمك الجدار انتر، ثم انقر على هذا الخط واسحبه بهذا الاتجاه، ثم قل له شنو سكيب. واضح؟ هسه هذا لازم شنو؟ على مود يصير مجرى كامل، لان هو هنا هنا كامل مقتطع وياه، معنى لازق على الافقي وعلى العمودي. شو اقول له؟ اكستند اي اكس انتر انتر انقر وانقر، شنو صار؟ كمل. هذول احتاجهم بعد على قولتك الربش الزايد، اقول له ترم، هذا مسحه هذا مسحه، هذا ما ينمسح بالترم، ليش؟ ما متقاطع ولا شيء، فاشره وديليت. وحتى لو انتم جربوا، مو الا انتم تدربين انه متقاطع ولا جرب، ما نمسح بالترم سكيب اطلع من الترم اشره ودلته، هذا خله وصله مع بعضه، انقر على هاي الجريبس وانقر هنا كملت، او اكستند هو يجي وحده يلتقون. اجيت للمدخل، مع الاسف هو ما حط قياس بس هو مبين مترين، فمن هذا الخط لهذا الخط مترين، فاذا ذن الخطوط انا مالاتي راح اسوي لهم اوفست مترين ب 25، اوكي؟ فاجي على هذا خطي الاول هذا شو اسوي له؟ اوفست مترين، فانقر هنا واسحب بهذا الاتجاه سكيب اوفست 25، خلص ما اشتغل هنا شيء، لا امسح ولا اسوي شيء ولا هاي، خلي اكمل البلوه اللي هنا لان هو مسوي كسره ثانيه هنا صح؟ فاجي هو مسوي هاي الكسره ومسوي كسره هيك مضلعها، فاجي لازم شنو اكسر؟ اكسر هسه شنو؟ الخط الداخلي مالت الجدار الاستقبال، ف
فنفس الشيء راح اكسر ايش قد 75 و75 فراح اقول له شنو او شنو سي اتش اي انتر ريليشن فار ثم دي انتر قيمه البعد عن الخط الاول اللي هي 75 انتر قيمه البعد عن الخط الثاني 75 انتر ثم الخط الاول انتر والخط الثاني وانتهى الموضوع. اجي ارجع هنا هذا الخط شو اسوي له اوفست او انتر قيمه سمك الجدار 25 انتر ثم انقر على الخط واسحب بهذا الاتجاه وانقر زر الرايسر انتهت ايش اسوي اي اكس انتر انتر ادوس على هذا ثبته بهيج خلاص اجي شو اسوي هاي لازم اسويها نفس ما هو مسويها هيجي وجايه هيج فارجع لهنا هذا النيل خطين ما احتاجهم ترم واضح هذا الخط الزايد ما احتاجه هذا ما احتاجه هذا ما احتاجه هذا ما احتاجه هذا ما احتاجه صارت هاي نفس كسرتها اللي هنا موجوده لو لا نفس 100% هو عندي هسه من النهايه اكو خط هيجي اللي هو خط الباب والشبابيك مالته هاي باب المدخل فاذا خط عده منها انا راح اجي ارسم لاين عادي اما انقر منها وارسم لاين او اقول ال انتر انقر منها واسحب بهذا الاتجاه وانقر سكيب اوكي هسه الجدار داخل لي جوا 25 نفس الشيء اجي على هذا خطي واقول له شنو او انتر 25 انتر انقر عليه واسحب واسوي نفس الشيء من الساعه انظف هاي بالترم تيار انتر انتر سويت انا شنو هسه سويت اللي هو مال المدخل واضح اجي على هذا الخط هذا فهو عنده من نهايه شلون الالتقاء الركن اللي هو بين المايل والعدل بادي جدار اذا انا اجي من المايل والعدل وين المايل والعدل هذا اذا عندي خط شنو بهذا الاتجاه ارسم لاين يلا انتر انقر منه واسحب بهذا الاتجاه سكيب اعطي اوفست بهذا الاتجاه او انتر 25 انتر انقر منه واسحب بهذا الاتجاه ترم امسح الزايد واني جاي اشتغل اوكي رسمت هسه المدخل كمل هاي الكسره صارت عندي كسره هنا هو ما شاء الله مكثر الكسرات عندي كسره هنا فاجي نفس الشيء شكسر الداخلي هذا شد اقول له سي اتش اي خلينا نسويها مو بالمختصرات الامر شنفر ثم شنو دي انتر ثم البعد عن الاول 75 انتر 75 انتر عن الثاني ثم الخط الاول او هذا تريد الخط الاول كيفك انتر فالخط الثاني بس تنقر عليه انتهت شو اسوي اوفست لهذا بهذا الاتجاه او انتر 25 انتر اجيبه بهذا الاتجاه اي اكس انتر انتر بهذا الاتجاه ترم اجي هذا الغي اكس انتر انتر اودي هذا هيك خلي هذا مقطوع مو مشكله هسه انا شنو صار عندي هذا هو هذا صح عندك كسره هنا ما شاء الله نجي هنا وخش مخطط هذا لان بيوال شغل نجي هنا هم هاي كسره عنده شوفوها هاي الكسره نفس الشيء سي اتش اي انتر دي انتر 75 انتر 75 انتر راح يصير عندك تلقائية ترى بعدين اوكي الخط الاول انتر هذا انتر ثم الخط الثاني اللي هو هذا فهذا كان شويه زايد انا اشرو وديليت اوكي صارت الكسره هاي اذا اسوي له اوفست او انتر 25 انتر انقر هنا واسحب اي اكس انتر انتر اللي اكس ين سوي هيك انتهت ما امسح هذا خليه لو امسحه خلي امسحه ترم سويت هاي الكسرة هي نفس هاي الكسرة ولا لا 100% صار عندي هسه صار عندي اكو شو اسمه قوس هذا القوس واضح هذا القوس هذا راح نمشي اول مرة شنو خلنا نسوي الكسرة هاي مالت المنامل هنا نجي على هاي الجهة هم كسرة سي اتش اي شنو انتر بعد دي انتر صوت عالي صوت عالي دي انتر لا تنامون 75 انتر ادري فيها صعبة مشكلة حس الخط الاول انتر انتر ثم الخط الثاني انتهى او انتر 25 انتر انقر على الخط واسحب ثم اسكيب اي اكس انتر انتر انقر على هذا وانقر على انتهت ترم خلاص هاي صارت كسرة منه هاي واضح شلون صرنا بنصالب نسوي شباك ما عندنا من ورا او ما احنا فراغ يكون عندنا بيت حل هذا اي هسه اشتغلنا هالكسره اشتغلنا هذه ننتقل لمن للبارت منو الثالث هسه البارت الثاني خلاص